بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي وحبايبي متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة غريب شوية، لكن هو طبعا لحبايبنا ستات البيوت اللي هم غاويين يربهم في البيت ويرقدهم فراخ بلدي أو يرقدوا بط أو أي كان، أو وز أو رومي بلدي. فالفيديو هنخرج يعني من حيز المربيين الرومي والمزارع والقطعان والكلام ده، ولكن هندخل على يعني الموضوع النهارده. فيديو النهارده هيبقى لستات البيوت اكتر. الموضوع دلوقتي لو حضرتك عندك بطه او فرخه او روميايه وعايزه ترقديها، لازم يكون في شويه خطوات لازم تعملوها. اول حاجه، امتى اعرف ان الفرخه دي عايزه ترقد؟ نمره اتنين، لما اجي ارقدها مثلا هي بتبيض في مكان معين، انا بعد كده عايز انقلها في حته تانية، يعني بتبيض مع اخواتها باقي الفراخ، لا ده انا عايز احطها في مكان محكوم شويه عشان ما يخشش عليها لا قدر الله فار او عرس او كذا او كذا، لان معظم الحاجات دي احنا بنربيها على السطوح. طيب اعمل معاها ايه؟ وبعدين لما باجي ارقد الفرخه او ارقد البط او الوز وانقلها من مكانها، بلاقيها قامت من على البيض. اول حاجه يا جماعه، الفرخه يعني لها صوت اسمه الفرخة رقت يعني بقاكي بطريقة هادية كده، كأن الفرخة تعبانة أو عيانة. دي بتبقى فرخة رقت، يعني عايزة ترقد، عايزة تحن أو تنام على البيض. الحاجة التانية، بلاقيها دلدلت جناحتها في الأرض ونفشت نفسها، يعني الفرخة الطبيعية بتبقى واقفة لكن دي نفشة نفسها ومش عيانة، لأن النفش الريش بيبقى الفرخة عيان، لكن ده نفشة نفسها لكن بتمشي وتتحرك ويصاحب نفشة الريش دي الصوت اللي هي بتعمله كك 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 بالراحة كده، كأنها ايه يعني ده صوت الست البيت بتعرفه ان هي عايزة ترق او عايزة ترقد. بسرعة بقى بحاول اجهز المكان اللي هي هترقد فيه. لو هي خلصت اخر بطين يا جماعة وبعد كده انا نقلتها في مكان تاني، مش هتنام اطلاقا. فبعمل ايه؟ بقوم ناقل صف البيض، يعني مثلا عندي قطع فراخ او بط او ايا كان، وبعدين عايز ارقد بط او ارقد فرخه، فباجي بقوم ناقل البيض في المكان اللي انا عايزها تنام فيه او ترقد فيه. لما هي بقى بتبيض وتيجي على اخر بطين بتبيضهم في المكان، هي في كل مره بتبيض وتنام على البيض شويه. يعني انا بلاحظ كمان ان الفرخه مع نفشه ريشه مع صوتها، بلاقي طبعا انها دايما بتبقى راقده على البيض، يعني تدخل تبيض تقوم قاعده نايمه نص ساعه ساعه على البيض. انا بعد كده بقول بفرش لها، بحط قلبين طوب، بحط شويه نشاره، او في ناس مثلا بتجيب برميل او فنطاس وتحط فيه شويه نشاره او شويه قش رز او تبن، وبعد كده بسيبها تبيض اخر بطين ثلاثه فيه، بتكون خدت على المكان. مفترض يا جماعه والصح ان لابد ان يكون البيض يتحط كله في يوم واحد. انا طبعا الفرخه بتاعتي انا غلطت معاها غلطه وهقول لكم نعالجها ازاي. الغلطه ان انا طبعا انا عندي الفراخ بتبيض، فبيبقى في بيض صغير، وبعدين مش اي بيضه تتحط تحت الفرخه عشان تطلع، لازم افرز البيض في بيضه مطوله، بيضه صغيره، بيضه كبيره قوي، الحاجات دي كلها بتتفرز وتتشال على جنب. فانا فرست البيض، فكل يوم اطلع الاقي مثلا في خمس ست سبع بيضات، منهم اتنين يصلحهم للرقاده والباقي لا، فاقوم شايل الاتنين. المفروض ان انا بحطهم في مكان لغايه ما تملها مثلا العشرة 15 20 بيضه اللي انا هحطهم. انا بقول لحضراتكم غلطه انا غلطتها، ان انا كل يوم اطلع افرز التلات اربع بيضات اللي ربنا لزقنا بهم، وهم حاطط الاثنين الثلاثه السلاح اللي هم يصلحهم ان هم يكون فيهم كتكوت كويس، وانزل البيض الباقي. فالبيض حطيته على مدار 3 4 5 ايام، وده خطر جدا جدا جدا. طب بعد كده بتبدا بقى الفرخه تعمل ايه؟ بعد ما رقدت ال 21 يوم بدات تطلع كتكوت بكتكوت. في اول فيديو حضراتكم شايفين اول حاجه طلعت كتكوت واحد، فلو انا سبته هيقعد يصوصه وهتتبسط بيه، هتقوم تلعب معاه، وده بقى الخطوره في كده، وهتقوم تسيب بقيه البيض يسقع كله، يبرد كله ويبوظ. فبعمل ايه؟ فباجي بالليل اولا بستنى اما الكتكوت عرقه يعني ينشف تماما ويبقى يعني كتكوت مصحصح وبيجري وبروح وبيجي، واقوم جاي بالليل واقوم واخده من تحت منها.
بتفضل هي منتبهة للبيض اللي تحتها. تاني يوم طلعت لقيتها مطلعة 5، برضو جيت بالليل وقمت شايل الأربعة اللي هم كانوا كويسين طالعين من أول النهار، وواحد لسه عرقان سبته تحتها. تالت يوم طلعت لقيتها مثلا مطلعة 2 3، بقوم واخدهم لغاية ما تبقى في النهاية بيضة واحدة، سبتها تحتها كمان يوم، فوجدتها ما طلعتش، اتأكدت لقيت البيضة وحشة. بعد كده قمت مطلع لها الكتاكيت بتوعها كلها. فالصح ان انا احط البيض كله مرة واحدة بحيث تطلع مرة واحدة ويلعبوا معاها، لكن انا عشان حطيت البيض على مدار 4 5 ايام وده بكررها ده غلط، كنت لازم اشيل من تحتها الكتكوت اللي يطلع من غير ما تاخد بالها. ليه من غير ما تاخد بالها؟ لان في فرخة احيانا بتعاند، لو انا دخلت بالنهار ومسكت الفرخة وشلت من تحتها الكتكوت اللي طلع بتزعل عشانه، فممكن تقوم قايمة واقفة على جنب وما ترضاش ايه وما ترضاش تكمل الايام بتاعتها والبيض يبوظ. فانا بسحب من تحتها الكتكوت اللي يطلع اول باول. لما خلصت الحمد لله. في الصيف مفترض ان الفرخة بترقد من 18 الى 20 يوم، في الشتاء بترقد مثلا ممكن لغاية 23 يوم 24 يوم، لكن هو الطبيعي الفرخة بترقد 21 يوم، الفرخة ترقد 21 يوم والبطة بترقد 30 يوم. لكن في الصيف مع درجة الحرارة بتقصر المدة شوية وممكن تطلع على 18 يوم، وده اللي حصل الحمد لله مع الفرخة بتاعتنا. لو احنا في الشتاء ممكن الموضوع يعدي الى 24 يوم 25 يوم حسب درجة الحرارة. بعد كده بقول لحضراتكم بشيل الطوب اللي انا كنت حاطه، انضف تحتها كويس جدا، لان طبعا النشارة اللي تحتها دي هي نايمة عليها بقالها 21 او 22 يوم، فممكن لا قدر الله في الحر تطلع فاش او تطلع سوس او دود او الكلام ده، فلازم ننظف المكان كويس جدا. وبعد كده بنفرد النشارة في الحتة كلها، وبعد كده بكون مجهز العلافة والسقاية واحط لها الكتاكيت بتوعها معاها. الكتكوت اللي كان بيطلع يا جماعة انا كنت بستقبله في كرتونة على شوية نشارة واحط له في السقاية محلول معالجة الجفاف، محلول معالجة الجفاف. الكتكوت اللي بتربى مع امه بيكون افضل 100 مرة من الكتكوت اللي اتربى بره. سبحان الله بتديله دفء وكأنها بترضعه، بتديله دفء فيقوم الكتكوت يبقى يومه بيومين يعني ايه يكبر بسرعة. الكتكوت يا جماعة اللي بيجي بيطلع رقادة بيبقى افضل كام مرة من الكتكوت اللي جاي من مكان التفريخ، لان ده شاف امه وعرف الامومة، فبالتالي الفرخ او الكتكوت اللي قدامنا لما بيكبر بيكون برضه عنده حتة الرقادة يعني يرقد، وده طبعا بيبقى شيء كويس جدا جدا، خير موجود في البيت. مثلا بيضة ثمنها 1.5 جنيه، الفرخة انا مش غرمان لها حاجة، هي كده كده بتاكل وتشرب، بعد مثلا 20 يوم ربنا بيرزقني من وراها بكتكوت. طبعا كتكوت ثمنه 3 4 جنيه، لو هي بطة يبقى ثمنها 15 20 جنيه، لو هي رومياية برضه ثمنها كذا او وز. فالرقادة دي بتكون حاجة خير في البيت، لكن مش كل أنواع الدواجن والطيور بترقد. قلما نجد أو نلاقي فرخة بترق يعني بتعمل الصوت وعايزة ترقد. زي ما قلت لحضراتكم آخر بطين لازم يكونوا في نفس المكان، البيض يتحط مرة واحدة. لا لو غلطت زي ما أنا عملت والبيض اتحط على مراحل يبقى برضه يتشال الكتكوت اللي يطلع من البيضة وعرق وينشف ويبقى كويس، يتشال من تحتها عشان تكمل مع اخواته، عشان تكمل مع البيض الباقي وتطلعه. احيانا بنلاقي بطة او فرخة اكلت البيض بتاعها. ناس كتير بيقولوا المفترض ان احنا او لازم بنجيب عود كبريت او سلك كهرباء رفيع وبدخله في مناخيرها من اليمين للشمال، يعني بخليه معدي من قدام مناخيرها، فهي بتبقى يعني عاملين لها مسببين لها احنا روشة، فبتبقى كل غرضها ان هي عايزه تنطر السلك ده او تحوش او العود الكبريت ده، فبالتالي ما بتفوقش خالص لاكل البيض. في بطه بتقوم بعد ما البيض بيسخن تحتها، بعد ما يبدا تسمع الصوصه بتاعته تشيله وتكسره وتاكله، بتشيله وترميه في جردل الميه اللي احنا حاطينه لها تشرب منه. معلومه تانية يا جماعه، احنا طبعا حاطين للفرخه جردل تشرب منه طول ال21 يوم، بغسله وافرغ ميته واشطفه كل يومين، لكن اول ما احس انها هتطلع يعني انا حاسب لها كده بالورقه والقلم 18 يوم، اقوم جاي قبل ما تطلع بيوم او 2
اقوم شايل الجردل وحاطط لها سقايه. ليه؟ لان طبعا لو طلعت والجردل محطوط ممكن الكتكوت يجري وينط في قلب الوعايه دي او في قلب الجردل ده ويغرق. فانا لازم قبل ما اطلع بيوم او اتنين لازم اشيل الجردل او العلبه او الحاجه اللي انا حاطط فيها ميه واحط سقايه عشان اضمن ان الكتكوت ما يغرقش ويموت. في نهايه الفيديو بتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.